أنا مهدي الشاوش، عزيز يوسف. يوسف نجم قدم روحه وحده. أنا اسمي يوسف عاشورة، عمري 5 سنين، نلعب شطرنج، ليا عمري عامين. depuis un an qu'il est en compétition. عنده 6 ميدالي، عنده 2 كوب. prochainement mois de mars عنده championnat de Tunisie وعنده championnat du monde Roumanie. donc يوسف علمته يلعب شطرنج depuis l'âge de 2 ans. بدا يتعلم positionnement sur l'échiquier. بدا يفهم اش معناتها بياس مينور و بياس ماجور. بدا يعطي دو لامبورتونس للشيك. لعب شطرنج تكون شخصية الطفل، تولي عنده قوة شخصية بالمثابرة، تعلمو التحدي، تعلمو يضحي، على خاطر باش يضحي بقطعة ساعات يربح بوزيسيونمون، يولي عنده رأي خاص، والرأي متاعو يشد فيه صحيح، وما يجم حتى حد يأثر عليه. لي كلوب دي شيك موجودين في كل بقعة، تلقاهم في دور الشباب، تلقاهم في دور الثقافة. ولهذا ننصحكم ونحثكم هزوا أولادكم يتعلموا شطرنج من اليوم أولاد صغار، ما تخسروا حتى شيء، ما ثم كان الربح.